شكون احنا الشعب التونسي بكل صراحه ما عندناش ثقافه سياسيه، ما عندناش احنا سبحان الله في 10 سنين ولاو معناها جاوا السياسيين دمغجوا العائلات ودمغجوا الاخوه ودخلوا الاخوات ولاو متناحرين على شنو؟ على الاحزاب السياسيه. شنو دور في 10 سنين هذا اللي جاوا اللي ركبوا الاحداث؟ هما معناها ما بدلوا حد شيء، ما زالوا معناها يتامروا على البلاد وباعوا البلاد وباعوا تونس، وكما كانت مبيوعه من قبل زادوا معناها طبعوا وزادوا باعوا. شنو السياسيين شنو عملوا؟ اليوم راهو الشعب التونسي لن يسلم الدوله للاخوانجيه والعملاء والخونه بكل صراحه. اليوم كان جات الدنيا دنيا القضاء، اذا عندنا قضاء عادل اليوم لك دورين باش يقدم ترشحه، ما يتقدمش ترشحه ما يقدمش. شنو هاك تشوفوا انت ايش عملوا فينا المقارونه، واش عملوا فينا الهاشم الحامدي، واش عملوا فينا معناها الغنوشي، واش عملوا فينا معناها نداء تونس؟ وينهم؟ راهو مش لكن الدستور والقانون يقول من الحق كل مواطن. ايش نقول لك حاجه فيها الظروف؟ ايش نقول لك؟ الدستور ماهوش قران كريم، الدستور ماهوش قران، الدستور في الاخر كراسه مكتوب باليدي. شنو نعملوا به الدستور واحنا نراو بلادنا والدوله باش تضيع للعملاء والخونه؟ اليوم ما نعطيوش الدوله التونسيه يزيو مقارونتهم اليوم كدوريم معناها ينقز معناها مهازل. اليوم النيابه العموميه اليوم كان جا عندنا قاضي، تعرف شكون يحمل المسؤوليه في العصر 11 سنه هذا؟ القضاء بصراحه. القاضي هو يتحمل المسؤوليه للشعب التونسي. اليوم كان جا عندنا قاضي عادل واحد عنده جنسيه غربيه ما ينجمش ما يتعداش قدام ليزي، مش باش يتقدم ترشح، باش يتعدى ما يتعداش، مش باش يقدم ترشحه او حاط يده مع الغرب. اليوم في مرحله تحرير بلاد، تعرف معناها التحرير؟ معناها التحرير حقيقية. اليوم راهو الشعب التونسي ماهوش باش يعطي الدولة التونسية يزيهم ما تقدر لسنين. الشعب التونسي من زمان القديم زمان والشعب التونسي مغدور. يعني رسالة توجه فيها للشعب التونسي، لأنه ما نعتبرش أنك تتكلم باسم الشعب التونسي. أنا واحد من الشعب، والشعب التونسي نية رب العالمين تغدر، تغدر الشعب التونسي تغدر لسنين. باهي كيفاش تغدر؟ تغدر كي جاو اللي اعتقد في الغنوشي خاف ربي يطلع باع البلاد، واللي اعتقد في عبير موسي هي معناها بورقيبه باعت البلاد، واللي اعتقد في الباجي قايد سبسي كيف كيف ونبيل القروي. يعني في كل مره يخطئ الشعب التونسي في الاختيار. يخطئ دونك الشعب التونسي ما يعرفش. الشعب التونسي اليوم كي نراو كادوريم مترشح، تعرف الكل مشكلته مش ليه ولا؟ قول له هات برنامجك، يقول لك قيس سعيد دكتاتوري، يا هات برنامجك، قيس سعيد دكتاتوري، يا ودي احنا نحبوا دكتاتوري عادل راهو. الشعب التونسي هذا نحبوا دكتاتوري عادل، ما نحبوش هذا الدكتاتوري عادل، هذا من الناس برنامجهم كيفاش. نحن نحكوا على العدل في ظل الدكتاتورية؟ نعم، أنا نحب دكتاتوري عادل موجود، موجود هذا الدكتاتوري عادل. ما فماش، يا أخي سامحني، شوف أرجع شنو اللي حكموا فينا مقارنة. أول مرة رئيس دولة عنده قيمة وقدر المرزوقي حشاك الباجي قالوا هذا هو زعيم جديد ردوه، عرفت لك الصيد في التوطة مسكرين عليه مسكرين عليه. اليوم جاهم نمر ما يخافش قيس سعيد. الشعب التونسي مش يعطي دولة تونسية، والنيابة العمومية رسالة النيابة العمومية تتحرك في كل انسان قدم ترشحه. ما يلزمش يتعدى، ما يلزمش، ما نعطيوش دولتنا. انت شكون ما يلزمهمش يترشحوا بالنسبه لك انت طبعا؟ اللي عنده جنسيه من الغرب والانسان كل عامل وخاين وحط يده مع الغرب وحط يده في السياسه، كل انسان هذم ما يلزمهمش مش يترشحوا. ما يلزم لانه الشعب التونسي فما فيها ما يعرفوش، ما يلزمهمش. اليوم راهو الشعب التونسي كي نقولوا ما نعطيوش دولتنا، هذه فرصة تاريخية. الفرصة كي تجي مرة مش بسهل باش نعطيو دولتنا، راهو نموتوا على خاطرها. الله أكبر، نموتوا على خاطرها، مش فرصة هذه باش نسلموها للعملاء والخونة. جاي من الخارج من الغرب وجاي يقول لي يعيش لبرا، يعيش لبرا وقرا لبرا وصغاره يقراوا لبرا ومجنزين لصغاره، ويجي يقول لك انا مترشح لشهد الشعب التونسي. هو ما يعرف الشعب التونسي حد شيء. كي نشوف اليوم اول قائد من البيات لو نحكيه لا رمي ورود ولا حد شيء ولا نضربوا حد شيء، احنا
هذا الراجل وانا اقول عليه راجل قيس سعيد العمل الميداني ما يكون قائد صحيح كما يكون رجل ميدان الوحيد الوحيد من البيات ما رأينا لا بورقيبة لا بن علي ولا مرزوقي ولا غيره يتحرك على ساقيه حتى 3-4 كيلومتر